لعنة الله على ظالمك فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. أشكركم على إتاحتي هذه الفرصة. نعم. يعني أنا صراحة أتمنى هذه الفرصة من أول أنها تجيني، لكن الحمد لله جتنا. أنا عندي سؤال يمكن خارج الموضوع، لكن أريد أسأل الشيخ. طيب. أنا من مذهب السنة والجماعة. نعم. كما تقولون أننا وهابية، يعني هذا وصفكم لنا. نحن لا نصف أرواحنا بأننا وهابية، لكن هذا كما أخرجتموه علينا. طيب. أريد أسأل الشيخ، ما رأيك؟ يعني هل أنتم تقولون أن نحن الوهابية لا نحب آل البيت ولا نحب الحسين ولا نحب علي بن أبي طالب رضي الله عليهم جميعا وعليهم السلام؟ نعم. يعني بس كلام. يعلم الله قبل أن أنتهي من هذه المداخلة أننا نحبهم أكثر من أنفسنا ومن أبهاتنا ومن أمهاتنا. يعلم الله. نعم. يعلم الله إننا لن نرضى لا أن يسبوا ولا أن يعني أحد يتكلم عليهم بشيء. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. جيد. طيب حياكم الله. وصلت الفكرة. حياكم الله. طيب وصلت. نعم. إن شاء الله سأجيبك أخي العزيز. عبد الله من السعودية يقول نحن نحب أهل البيت ونحب الصحابة. الجواب أخي العزيز بيني وبين الله، أنا ما كان لم يكن كلامي معك، أنا أسألك هذا السؤال لكن مع الأسف الشديد لست معي على الخط. هل تستطيع أن تحب أن تدعي أنه نحب الصحابة؟ جيد، تحبون الصحابة وتحب أبو بكر وتحب أبا بكر وتحب من؟ عمر. وتحب عمر. هل يمكن أن تحب عمر وتحب قاتل عمر؟ يمكن هذا أو لا يمكن؟ أنا أسألك هذا السؤال. يبرأ من قاتل عمر. بيني وبين الله أسأل نفسك هذه الليلة هذا السؤال، هل يمكن أن تكون محبا لعمر ومع ذلك محبا لمن؟ قاتل. لقاتل عمر. فإن قلت كيف أحب من قتل الخليفة الثاني، نقول لك كيف يمكنك إلى الآن أن تحترم وتترضى على من قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نعم. يزيد مولانا كان هو الخليفة في ذلك الزمان. ومن لعن اسأل نفسك. نعم. اسأل نفسك إلى يومنا هذا، اسأل نفسك واقعا، هل تكره وتبغض يزيد وبني أمية الذين قتلوا ابن بنت رسول الله، صبط رسول الله، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة أو لا؟ فإن كنت تكره وتبغض وتلعن أنت على الحق. أما إذا كنت تقول لا، هذا أحبه ويزيد وبني أمية ومعاوية أيضا ماذا؟ أحبهم. أي منطق هذا؟ أحب أهل البيت وأعداءهم. تحب معاوية الذي قتل عشرات من الصحابة مع من؟ مع أمير المؤمنين مع علي بن أبي طالب. نعم. في صفين. أي يعقل؟ انظر جيدا، انظر عندما تصل القضية إلى قاتل عمر تقولون لا، أنه كافر، أنه مجوسي. أما عندما تصل إلى قاتل صحابة رسول الله، قاتل عمار، تقتلك الفئة الباغية وهو معاوية، تقول ماذا؟ رضي الله عنه وأنه اجتهد فأخطأ. نعم. احنا مشكلتنا الأصلية معكم أعزائي في هذه القضية، وإلا احنا لا نقول لكم بأنه أنتم لا تحبون، نقول لكم أنتم تكيلون بمكيالين. إذا وصلت القضية إلى قاتل عمر وقاتل عثمان ومن خرجوا على عثمان، تقولون من خرج على عثمان أصحاب ماذا؟ أصحاب الفتنة. أما عندما تصل إلى من خرجوا على علي بن أبي طالب في الجمال، يعني عندما نصل إلى أم المؤمنين عائشة، عندما نصل إلى الزبير، إلى غيره، تقولون لا، اجتهدوا ماذا؟ فأخطأوا. وكان غرضهم الصلح، وكان غرضهم الإصلاح مع الفتنة الكبيرة. التفتوا جيدا. نعم. سؤال، لماذا لا تقولون لمن خرج على عثمان وكان غرضهم ماذا؟ الإصلاح. لماذا؟